And this is a unifying opportunity for Africa. كانت هذه فرصة لتوحيد إفريقيا كما قلت واستضافت أيضا الإمارات باعتبارها جسر بين الشمال والجنوب. أود أن أسأل الرئيس السيسي فقد كان يكتب بعض الملاحظات. أود من سيادتكم أن تقوم بتقديم بعض التعليقات في الإيجاز ونهاية هذه الجلسة. شكرا جزيلا، واسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بالحضور اللي موجود معانا هنا من السادة الوزراء والشركات والشركاء اللي موجودين معانا، واشكرهم على وجودهم معانا، وارجو ان احنا نقدر يعني من خلال تواجدهم نمثل او نعمل دفعة قوية جدا في الموضوعات اللي هيتم التناول ليها. الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه موضوع مهم قوي، هو موضوع خاص، يمكن هو جزء من القضية اللي بتمر بأفريقيا. أفريقيا الأسباب التاريخية كانت دايما متأخرة، ولما وصلت لمرحلة يعني التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا، وإحنا جزء منها كنا دايما متأخرين، وبالتالي التمن ده مش ممكن هنفضل كدول أفريقية نفضل ندفعه. مش معقول ان يكون احنا ندفع هذا الثمن كدول افريقيه، تدفع ثمن الاثار اللي كانت نجمت عن الفتره اللي كان فيها تواجد استعماري في القاره واستغلال مواردها لسنوات طويله جدا، وبالتالي القاره بقت يعني بمنتهى التواضع كده هي اقل قارات العالم تقريبا تقدما، وأكثر قارات العالم يمكن في محدودية دخلها، وحجم الفقر والجهل والتخلف اللي موجود حجم ضخم جدا. أنا مش هتكلم بالمسار اللي انتوا كلمتوا فيه بالضبط، يعني الدكتورة أماني اتكلمت على ان في نص سكان القارة ما عندهمش طاقة، وفي 400 ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية جدا جدا في الإشعال. تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟ وأحديكم مثال، إحنا في مصر لما كلمنا خلال 7 سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار، وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني ده بتكلفنا هتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول ان احنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. عايز تقارن دولة زي، من غير ما اجيب اسماء، عايز اقارن دولة زي مصر عشان انا اقدر اكون يعني محطة او مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد ان يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والانتاج قادرة على استيعاب النقل لينا، لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية. ده عشان طب ده موجود في كل قارتنا، في كل دول القارة الإفريقية. أنا بقول كده لأن شركات البترول والغاز موجودة دلوقتي، موجودة معنا هنا، وانتم شفتم عندما يعني قل الاستثمار خلال فترة الجائحة تحسبا من ان الجائحة دي نهاية الدنيا، فقلت الاستثمارات، لما قلت الاستثمارات قل الانتاج بصفة عامة في العالم، لما قل الانتاج بشكل او باخر ومع عودة الحياة مرة تانية بمعدلاتها الطبيعية ويمكن تزيد لان احنا محتاجين نضخ الاستثمارات اكتر. اذا عشان نتكلم على افريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، ان انت سالت سؤال مهم قوي في الاخر، قلت انت بتتوقع او تتمنى المؤتمر يخرج بايه، فهو قال انا بضيف بقول قرارات موضوعيه متوازنه وعادله حتى لا يدفع الافارقه مرتين فاتوره الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنيه الاساسيه للقاره الافريقيه عشان تتعمل، وانا هنا بتكلم عن تجربه مصريه خالصه خلال 7 سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا
اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا. لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه ايه. نرجع بقى مرة تانية، إذن إحنا مع أشقائنا في إفريقيا، وأرجو أن شركات البترول اللي موجودة معانا والغاز اللي موجودة معانا توصل صوتنا كمان من دلوقتي وتتحدث باسمنا لأسباب إنسانية ولأسباب أخلاقية ولأسباب اقتصادية. إحنا بنتكلم بنقول النهاردة أن أكتر من 50 دولة إفريقية تفتكر أن هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 20-30 سنة القادمة. ده أرجو أن أنتوا تتابعوا حالة عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا، وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا أن احنا ننظر لإفريقيا مش فقط من احنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، احنا المفروض أن احنا بقول تاني لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية. حد يقول لي اقتصادية أنك أنت تدعم تقوي قدرة القارة الإفريقية، أقول لك أيوة، أنت هتحول سوق إفريقي في مليار خلال 20-30 سنة القادمين حاصل إلى 1.5 مليار من أكبر القارات في هتبقى من أكبر القارات اللي فيها نسبة السكان بعد آسيا. أنت هتحولهم إلى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فانا النهاردة لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي، بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت انت، وانا زي ما انا زي ما انا مين يعني، انا الدول الافريقيه، انا زي ما انا فقير. لما جت ان بقى في فرصه عندي بتقول لي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا، عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يدي الفقير، الغني يطلع يدي الفقير. بالمناسبه انا ما عنديش، قلت الكلام ده هنا على المستوى في مصر، احنا لما جينا جت الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا، احنا ما تصورناش انها نهاية الدنيا، لان احنا عارفين ان الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين ان قدرات الانسان العلمية، هذا العقل الجبار اللي ربنا وهبه للانسان دونا عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على اي امر موجود فيه. وتعاملنا عشان كده، ويمكن احنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي ايجابي في الظروف اللي احنا فيها، لم نتوقف، اخذنا اجراءات احترازيه وتعاملنا مع الجائحه بالمعايير اللي منظمه الصحه العالميه شرحتها لنا وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظه عن العمل. ما كانش فيه جديد، يعني قبل الجائحه زي بعد الجائحه بالنسبه لنا. وانا بقول لكم النهارده تغير المناخ العالم الانساني او البشر قادر على تجاوزه، ويمكن انا ما اقدرش اقول ده دلوقتي لسني، لكن للشباب الصغير اللي موجود اللي عنده واللي هو الاجيال القادمه، لا تنزعجوا من هذه التحديات، فالانسان قادر على التغلب عليها. هنتغلب عليها ما فيش كلام، هيفضل الانسان يطور ويكبر ويخلي الكره الارضيه دي يعني معجزه كبيره جدا جدا. اختم كلامي واقول ان احنا عايزين من الشركات اللي موجودة معانا إنها تكون صوتنا من دلوقتي، مش حتى عبال ما الموقف يجي في نوفمبر من السنة دي، نوفمبر القادم يعني، لا، من دلوقتي من فضلكم لازم تراعوا إن القارة الأفريقية محتاجة تعمل بنية أساسية ومحتاجة أموال من ثرواتها اللي موجودة،
وعايزة فترة انتقالية أكبر حتى تنتقل من الحالة اللي موجودة ديت أو اللي احنا بنتمناها فيما يخص استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل أكبر وأوسع من الوضع الحالي اللي موجود في قارتنا. أنا بشكركم وسعيد بلقائكم وإن شاء الله تنعموا بتواجدكم معنا هنا في مصر. بالنسبة لمحطة CNN بنرحب بيك ونقول لك عندك فرصة إنك تنزل وتلف في مصر وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف في مصر. شكرا جزيلا. Thank you. Thank you.